ألقت السلطات القبض على سائق وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة محمد علي بسبب سرقة مصنع حديد شهير بالخرطوم. وكشفت صحيفة الانتباه الصادرة الثلاثاء عن استخدام السائق سيارة الوزيرة في فتح الطريق لآخرين قام بسرقة المصنع، واستخدم السارينة المعلقة بالعربية في فتح الطريق. وبحسب الصحيفة تم تعيين السائق مؤخرا. وأشارت الصحيفة إلى أن التعرف على الجناة تم بواسطة كاميرات المراقبة في المصنع المسروق، وتم القبض على السائق وجاري التحقيق معه الآن.